مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا في عدد جديد من انفاس سبور. حلقه اليوم غادي نخصوها للحديث عن المنتخب الوطني وعن الجوله الاخيره من البطوله الاحترافيه، واللي تسلط الضوء على هذه المحاور تحضر معنا في الاستوديو الاطار الوطني عبد الرحيم طالب. سي عبد الرحيم مرحبا بك معنا. السلام عليكم وشكرا على الاستضافه، وهذا شرف ان احضر لهذا البرنامج ورفقتكم، وان شاء الله تكونوا عند حسن الظن المشاهد. مرحبا بك معنا سي طالب. سي طالب، كيف شفتي غادي نتكلموا اليوم على المنتخب الوطني، المباراه الاخيره ديالو امام منتخب زامبي؟ بزاف ديال الناس كيقولوا ان الاداء باهت، والشيء اللي بعث شويه ديال الشكوك في نفوس المغاربه، كيفاش شفتي الاداء ديال المنتخب المغربي خلال المقابله؟ كنظن ان اولا خصنا نكونوا مرتاحين للتنقيط، لان جوج المقابلات 6 نقاط أهلتنا أن نتصدر المجموعة ديالنا اللي فيها الكونغو وفيها النيجير، فرق اللي عندها تاريخ وعندها ثقافة الألقاب، فلهذا ما نكونوش يعني واحد النوعية ديال عدم الاعتراف. فالفريق الآن الحمد لله أنه فاز في اللقاء اللي كان صعب، وكنا نبهنا عبر عدة منابر إعلامية أن المقابلة تكون سهلة أمام فريق اللي غيجي أو اللي ينتقم في آخر مقابلة، وكذلك اللي يبين أنه يستحق التأهيل إلى كأس العالم، ولا سيما أنه يواجه فريق اللي في كأس العالم الأخيرة خذ المرتبة الرائعة. هذه في حد ذاتها واحد الحافز داخلي عند جميع الفرق اللي كتواجه الفريق الوطني المغربي. فاللي ما عجبش المغاربة هو الأداء، صحيح أن الأداء لم يكن في قمة العطاء لا التقني ولا التكتيكي، ولا سيما في وسط الميدان والدفاع، وهذا تكلمنا عليه كم مره ان هناك مشكل في قطب الدفاع الذي يجب ان يصلح في اقرب وقت، ولا سيما ان في هذه المقابله هذه جاو 3 فرص اللي كانت تسجل، ولا سيما الضربه الراسيه عدم الرقابه والمرتدات ديال المهاجم يعني الزامبي اللي وجد نفسه امام الحارس واحد رجل لرجل، فهذا ما خصش يكون في هذا المستوى، ولا سيما كل اللاعبين كلهم تقريبا يؤدون اداء جيد بما فرقهم، عندهم تجربه عالميه، كذلك المهارات التقنيه في اعلى مستوى. صحيح ان خصنا نصلحوا ما يمكن نصحوه من ناحيه تكتيكيه تجانسية، لان فريق عده نجوم خصنا نقولوا واحد الوصفه سحريه باش يكون الاداء والنتيجه ان شاء الله. تكلمتي على الوصفه السحريه، واش تقدروا نقولوا سي طالب اننا رغم تطعيم التشكيله ديال المنتخب مجموعه من النجوم، ان الناخب الوطني مازال ما لقاش التوليفه المناسبه في نظرك؟ شنو هو المشكل؟ هو مشكل الوقت، لان تعرف ان ملي كتجيب واحد اللاعبين من النوادي ديالهم خصك تلقى، لان اي سيستم احنا نهضروا كرويا، فاي طريقه اللعب خصها توالي المؤهلات الفرديه البدنيه والتقنيه ديال اللاعبين. فالفريق الوطني المغربي بدا انه يلعب بطريقه 4-1-4-1 وادت يعني ادتنا الى من احسن الفرق الافريقيه ووصلتنا للصف الرابع. الرجوع ديالنا من بعد كاس العالم بقينا دائما متثبتين بنفس طريقه اللعب، وكذلك هناك انا اظن من الناحيه النفسيه ومن الناحيه يعني من عند اللاعبين انه بحال ولا واحد الثقه زائده. احنا الصف الرابع، احنا فزنا على البرتغال، احنا فزنا على اسبانيا، وهذا خص مراجعه الاوراق من الناحيه النفسيه والذهنيه. كذلك يجب ان نجد يعني الشخص اللي غادي يقدر يتواصل رساله يعني مشفره او غير مشفره للاعبين اننا اصبحنا فريق الذي يتمنى اي فريق يهزمه. والان الان خصنا نعرفوا ان ويعرف المشاهد ان جميع الخطط وجميع اللاعبين المقابلات تدرس من ناس تقنيين اللي كيعطوك القوه ديال الفريق، ويعني حتى الاداء ديالك الشخصي والجماعي، وكذلك الاخطاء اللي غتترك في المقابلات او متكرره. فهاد الفرق كلها نظرا للتكنولوجيا الحديثه والابداع تنظن ان ولينا معروفين على الصعيد العالمي. ها كيفاش الفريق الوطني المغربي هو القوه ديالو الضاربه الظاهر تلعب على اليمين، هناك حكيم الذي يصعد، زياش الذي يفرغ الممر، وناحي اللي كيجي يدير واحد التصور يعني تعددي على الاطراف، نصيري كيحب الكره الطويله، فهذا كله الان عرفت عند الفرق الاخرى ولا تدرسك. فملي كتجي كدير لك واحد الدفاع متاخر، وكتصغر لك المسافات بين الخطوط، وكتمشي لك الاطراف كصدق الاطراف باش يكونش رفعات، هنا كنلقاو مشكل. اذا خصنا نغيروا طريقه اللعب من فريق الذي يدافع ويتمنى ان يجد ممرات للمرتدات، فريق اللي غيضغط عالي، ولا فريق اللي غيحط طريقه اللعب ديالو ما نسميوه حنا بلاطاك بلاصي، وعندنا المؤهلات ديالها. فلهذا يجب ان نراجع اوراقنا من هذه الناحيه هذه، وكنتمنى ان شاء الله ان ما نكونوش يعني قاسين على الفريق الوطني المغربي وكذلك المدرب اللي هو الصف الرابع كذلك. فلهذا
نتمنى نكونوا نصحوا اكثر من نؤثر سلبيا على اللاعبين وكذلك على المدرب، لان هناك بعد المقابله خرجت عده يعني انتقادات يعني اللي غادي تريب ما بنيناه منذ 2022. فهذا نتمنى كرجل تقني نخلي نقف مكاننا، نقف مكاننا كمشجع وما ناثروش سلبيا على اللاعبين. وخصنا نعرفوا ان هناك جوج الحوافز عند اللاعب، حافز داخلي وحافز خارجي. الحافز الداخلي هو عند اللاعب انه يريد ان يبرز مؤهلاته وان يصل الى هدف معين الا هو الفوز والالقاب الى اخره، والحافز الخارجي هو ما يؤثر على هذا اللاعب. اذا نوصلوا عند الجمهور اللي يؤثر على ذاك الحافز الخارجي، وهنا كنولي تناقضات. فاللاعب الان غيدخل المقابله وهو متخوف من انتقادات من بعد المقابله، واللي كيشك في يعني في المؤهلات ديالو، وهذا يؤثر على ما هو تقني وتكتيكي. حتى الداخل الوطني حتى هو هذا الارهاق، هذا يؤرق مضجع، وهذه المساله ديال الانتقادات وهذا كيظهر في خلال الاجوبه ديالو في الانديه وفي الندوات. صحيح، انا في الكاكي صديق ديالي وزميل ديالي، درسنا منذ 4 سنوات في كاف برو بالرباط، ولم ينتهي الا 2022 قبل السفر الى الدوحه. سي كلكان تري سونسيبل، يعني تعيش بالاحساس ديالو. فملي كيشوف مثلا انتقادات لاذعه خلال يعني الجلسات الصحفيه من بعد المقابله، وبعض الاخوان يعني يتطاولون بكل صراحه في الاسئله ويتناسوا انه صحفي، ما خصناش يعني نجرحوا هذاك المدرب وما نجرحوش اللاعبين. سي طالب، على اي العتاب ديال الجمهور ولا ديال الصحفيين راه كيجي من حبنا للفريق الوطني وغيرتنا عليه، يعني حنايا نطمح الى انه يبقى في هذاك الفريق ديالو وذاك التالق. يعني الصحفي اذا طرح سؤال او لا الجمهور الى عاتب ولا لا، مرة من الحب والفريق الوطني. حب، ولكن ما تنساوش ان الانسان انسان. فملي كتشوف جميع يعني وليتي الاسهم متجهه اليك، فانت تفقد يعني المصداقيه ديالك. علاش؟ لان تتولي متخوف وبعض المرات تنزل الى طموح الاخر وانت مدرب فريق. فلهذا انا اظن ان يجب ان نحترم ونحاسب اخر المشوار. فاليوم عندنا مقابله يوم الخميس، يوم الثلاثاء، كيف ضد الثلاثاء الخميس ثلاثاء يوم الثلاثاء ضد الكونغو باكادير، فكيف هذا اللاعب سيتعامل مع المقابله وكيف هذا المدرب غيتعامل مع المقابله؟ الا ما كانت عنده شخصيه وعند كاريزما المدرب سينزل الى طموح الجمهور، يمكن يخطا. فلهذا يجب ان نترك المدرب يشتغل، والمحاسبه راه كاين المسؤولين، كاين السي فوزي اللي معروف عليه المعارف ديالو الاكاديميه يعني الكرويه، فهو اللي غيتحاسب معه، وكاين اللجنه التقنيه كذلك. فحنا ما خصناش نضغطوا الان، صبنا كل واحد يضغط ويريد بشكيله كيف ما هو يريد، وهذا يؤثر سلبيا على الروح الجماعيه. وكذلك صرنا ندخل التفرقات داخل المجموعه، لان لما يعني انت كدير الاسهم ديالك عند واحد اللاعب، واللاعب الاخر يشك انه عنده الحق ولا يستحق ديك الاحتياط، هنا تتولي التفرقه داخل المستودع وداخل الفريق ككل. فلذا يجب ان نترك الناس تشتغل، ونحن الان متصدرين المجموعه، ماذا نريد؟ هذا يجي بعد من بعد، لان فريق تجتمع 3 ايام بعد واحد الابتعاد ديال 4 شهور او 5 شهور، فما يمكنش تلقى التجانس التقني والتكتيكي. هذا الناس خصها تفهم هذا الشيء. فاي مدرب يريد ان يفوز طبعا، فإلا فاز وتاهل كاس العالم عنده الوقت 4 شهور 5 شهور باش يجي الفريق. الان كنشوفوا 5 لاعبين جدد او 4 لاعبين جدد، صحيح اننا صرنا نشكك المدرب في بعض اللاعبين، وكذلك نشكك اللاعب في مؤهلاته التقنيه. فيجب ان نبتعد على هذا، ليس من حقنا ان نجرح لاعب ولا نجرح مدرب، وكذلك يجب ان نلعب دور المشجع خلال هذه المقابلات المتبقيه. سي طالب، ذكرتي ديك الاحتياطي وروح المجموعه بين عناصر الفريق، وتابعتي واكيد كيف جميع المغاربه بعض التصرفات اللي بدرات من اللاعب زياش ونصيري من بعد ما تم التغيير ديالهم. حنا كجمهور غادي نشوفوها بعين الجمهور، وانت كاطار وطني ومدرب كيفاش ممكن تفسر هذا التصرف هذا؟ هو بكل صراحه التصرف لا يليق بالاسم لاعبين كذلك، لانه لما اللاعب يرفض الخروج ويبين بطريقه استفزائيه يعني لدكة الاحتياط، فيمكن ولا سيما اللاعب اللي يدخل بحال انا استحق ان ابقى وانت تستحق ان تدخل، يقدر يفهمها بحال هكا. فلذا كانت انا كنظن ان الان الطرق الحديثه في الاستعداد الذهني والنفسي ديال اللاعبين كتكون جلسات يعني شخصيه بكل لاعب قبل المقابله، يعني لا موتيفاسيون انترنسيك ديال اللاعب كتكون انديفيديوال قبل ما تكون كوليكتيف. كنجلسوا اللاعب اننا راه محتاج ليك، نقدر نغيرك
صدقه 60 65 اللي غرض ما نقدر نخليك مثلا المقابله القادمه وانت راجع من مثلا من اصابه ما لعبتش عده مقابلات. انا اريد ان اغير لاعطاء مثلا فرصه للاعبين الشباب ولا سيما احنا فايزين الى اخره. يعني طرق اللي غتبي تحس اللاعب داخليا انه يقدر يتغير في اي وقت. وزيادة على ما هو جلسة يعني جماعية للفريق بأننا فريق ككل وحنا مجموعة نقدر ندخلوا واحد العشرة مثلا وهاد العشرة غادي يلعبوا واحد 60 70 دقيقة وسأبدأ التغيير باش اللاعب اللي يدخلوا يلقاو الفريق الخصم أنه تعب بدنيا وغادي نستغلوا المساهرة التقنية إلى آخره وسنسجلوا إلى آخره. هادو يعني الجلسات اللي خصها تكون قبل أي مقابلة حاسمة واللاعب يكون مستعد ذهنيا أنه يقدر في أي وقت يخرج. إلا ما جالسناهمش اوتوماتيكيا غادي نصطدم مع اللاعب لما غادي يخرج ولا سيما اللي تيحس براسو هو اللاعب الذي يستحق ان يلعب 90 دقيقه. فهذا هو اللي صرا. زياش مر بظروف سيئه السنه هذه اصيب في كاس افريقيا ولم يرجع الى اخر اواخر يعني البطوله التركيه اللي خدا المكان ديالو ولم يلعب مباراتين حاسمتين الاخيرتين. اذا تنقصه التنافسيه يمكن بغى هو داخليا في الدماغ ديالو حنا كنا في العقليه ديالو ما جرى له في البطوله الانجليزيه مع عده مدربين فيمكن بغى يلعب اكثر لانه باقي عطشان للكره. وكذلك نصير مر بظروف سيئه يعني في الفريق الوطني المغربي من البرتغال لم يسجل. ف بحال من الناحيه النفسيه يريدون ان ينتقمون من 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 الظروف الذي مروا منها. هذا خصنا ندرسوا نفسانيا. فلذا كانوا باغيين يلعبوا ولا سيما النصيري عنده عده عروض الان في انجلترا فدخلوا في واحد المزاج اخر الذي لم نكن ننتظره الا هو يعني رد فعل الغير ايجابي ضد المدرب. هما مسوا نفس الشيء القميص الوطني المنتخب المغربي والجمهور الذي لم يتقبل هذا. ولكن ما نكونوش ثاني قاسيين فمن طلب من الابعاد فمن طلب من الحزم في هذه القضيه هذه فخلي المدرب ولا غيتصرف وكاين لجنه انضباطيه. ولكن تنتمنى انهم لن يكرروا هذه المشاكل ولا سيما ان ركراكي هو من دافع عليهم لان زياش كان ابعد من طرف البوسني والنصيري كان الكل ضده وركراكي هو دافع عليهم. تنظر في واحد المؤتمر في المغرب وخرج ديار في الدوحه بانهم اعطاهم فرصه وتألقوا مع المغرب وخذوا اماكن وكان هو اللي بمشاركته بالفريق الوطني المغربي لقوا عقود جديده. فهذا ما كانوش يوصلوا لهذا المستوى هذا ولكن الان ملي وصلوا كان ممكن المدرب خصو يجلسهم يبين لهم الاخطاء اللي داروا ويرفعوا عدم الاحترام بالطبع. وكنظن ان حتى حنا ما خصناش نكونوا نشوفوا عده لاعبين دوليين عالميين رفضوا الخروج. انا عشت يعني عبر التلفاز وعبر مقابلات حاسمه دوليه كعد لاعبين لا يحبون الخروج. وكذلك خصنا ناخذوا ما مر انا شفت مباراه فرنسا البارح مبابي احسن مهاجم لم يشترك مع ضد كندا الى الدقيقه 75 او 76 وملي دخل دار لا ديفيرونس رغم انه لم يسجل ولكن كان هو الاقوى. حتى هو غايقول لهم انا احسنكم انا عميد الفريق الى اخره. غيرو هداف عبر التاريخ ديال الفريق الفرنسي خرج وسلم على الجميع وقبل الجميع يعني هذه هي كره القدم وهذا هو الاحتراف. اذا خصنا ندخلوا اللاعب ان الاحتراف ليس فقط الكره والملايين ولكن الاحتراف هو لو كومبورتمون انترينسيك دون جوغ سو بون مونتال يعني ما هو يعني التصرف الذهني النفسي ومع الناس ومع النفس ديالك. سي طالب بالنسبه للمقابله اللي جايه قدام منتخب الكونغو واش نتوقعوا شي تغييرات في التشكيله ديال وليد الركراكي ولا غادي؟ طيب المفروض خصو يغير لان لما تكون تقوم بواحد المقابله ولم تقنع ولم تقتنع هي لم تقنع الجمهور ولم تقتنع كذلك انت فلازم التغيير يعطي نفس جديد ما نسميه ديكليك مونتال. وديكليك مونتال اي تكنيك وتاكتيك. فهذاك الاقلاع الديني والتقني قدر يكون صالح المنتخب المغربي وكذلك نرد يعني هذيك المجموعه اللي لعبات الى 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 الطريق الصحيح باش ما يظنوش انهم هما اللي كاينين هما اللي هما العشره اللي غيبقى يلعبوا ديما. فخص واحد التغيير اللي غادي يرجع يعني
ما هو ايجابي للمجموعه. وكذلك ان الحمد لله ان عندنا 6 نقاط الفوز يعني 9 نقاط يعني 90% تمر الى التاهيل لكاس العالم ويعطيو فرصه الاخرين هذوك اللاعبين اللي كينتظروا يعني الفرصه ديالهم لا في الهجوم مثلا رحيمي مثلا كعبي مثلا دياز ابراهيم اللي معروف في ريال مدريد يعني على اليسار كلاعب يعني ممتاز يعني في البطوله الاسبانيه واحسن يعني برهان ان فريق المدريد لم واخا مبابي خلى دياز قال لهم هذا هو اللاعب اللي خصو يبقى لكن ما يمكنش نعرفوا حنا كسم انسلوتي ولا البطوله الاسبانيه ولا بيريز رئيس الفريق اللي تيعرف ماذا يشتري وماذا يبيع. وكذلك نعطيو فرصه لشادي لان شادي من احسن المدافعين في بيتيس وكذلك الان مشى لكريستال بالاس اذا في لاعب تطور يعني يومي وكذلك مؤهلات فرديه تقنيه عاليه ونعطيو فرصه اللي حنا كنوجدوا 2025. يا سي طالب بغيت نسولك على البطوله. البطوله اخر دوره غادي هي اللي غادي نعيشوها هذا الاسبوع هذا كيف كتعرف الصراع مشتعل على اللقب والفريق نقطه واحده شنو هي الحوايج اللي الجزئيات التي تحسم مثل هذه الحالات هذه؟ اولا تجربه المدربين لان تجربه المدرب انا بكل صراحه اعجبت بالمدرب الالماني انا كنت تعرفت عليه السنه الفارطه كنت عندنا واحد المناقشه مادام كنت درست يعني بالمدرسه الالمانيه بلايبسيج وكذلك في كولن تكلمنا عن كره القدم يعني العالميه ولا سيما الالمانيه الكره الالمانيه تؤمن ب 90 دقيقه وما فوق يعني يمكن تفوز عليهم 1-0 ولكن 93 يسجلوا لك اصابتين بالاستمراريه الذهنيه والنفسيه والتقنيه يعني يؤمنون وكذلك يؤمنون ما هو بدني يعني هو فريق الرجاء السنه هذه يضغط من اول مقابله وليس هناك نجم ان حتى اليوم يقدر تسجل اصابه اليوم وغدا تلقى راسك في الاحتياط نظرا يعني للمقابله القادمه فنظن ان المقابله اولا من يركز تركيز صحيح من الناحيه الذهنيه ولا يفوز بالدوري وفريقين اللي يعني الاستمراريه ديال المدربين عطات لنا في الرجاء البيضاوي في اول سنه بعد اشخاص لم يعجبوا المدرب ولكن لم ينهزم ساغوكور في المغرب فلا تنظن ان المقابله غتكون صعبه للفريقين ورجاء ليس له حل الا الفوز وهذا يعني مصلحته ان يفوز بوجدان معنى وجدان تقاسي وتقدر تسقط في هذيك المقابله لو تفوز او تتعادل المحمديه الجيش عنده فرصه وانتظار واللي سقط في هذا المازيق هو فريق الجيش بكل صراحه رغم يعني الاقتراب ديال الفريق هذا اللي كنت دربته وجدنا لي فريق الان بطل ويسارع البطوله فالخطا اللي داروا مقابلتين اللي خصهم مقابله اكادير ومقابله تطوان اللي كانت خصها تفوز فيها الان ما بقاش بيديها لما يكون عندك فرصه في يديك ما خصكش تطلقها تلقتيها جات الرجاء اللي كانت مستعده لا تقنيا ولا تكتيكيا وحتى ذهنيا باش تصعدت على الصداره صحيح قدت بهذه الكلمه هذه قدت على الصداره فهذا اذا رجاء الفوز بيديها يعطيها الانتصار التعادل يعطي الجيش الملكي تفوز على الفتح الرياضي يعني فهذا تنظر ان كل واحد عنده نسبه مئويه اكبر للفوز فريق عنده نسبه اكبر لانه عنده طريقه وحده هي الفوز ويكون بطل الجيش لا الفوز هو انتظار تنظر ان نسبه المئويه اكبر للرجاء وكنتمنى اللي فاز فاطربونا هذه السنه من جميع يعني الوسائل التقنيه ولا الجماهيريه وكنتمنى ان شاء الله تكون روح رياضيه واللي ما فاش يشجع الاخر وهذه سنه الحياه وسنه كره القدم. سي طالب شكرا لك على الحضور ديالك معنا غنيتي النقاش شكرا بزاف على المعلومات اللي قدمتي لينا وكنت سعيده بالاستضافه ديالك. شكرا متبادل هذا دور ديالنا كمدربين نصحح بعض الاخطاء اللي كيسقطوا فيها بعض الاخوان هذا دور ديالنا كمربين وكاساتذه وكمدربين فنتمنى جميع المدربين يتعاملوا بنفس الاسلوب بكل احترام ونحترم اولا الخصم ونحترم الفريق ديالنا واللي فاز الله يسهل عليه وشكرا. شكرا سي طالب. مشاهدينا الكرام وصلنا لنهاية الحلقة هذه تحياتي وتحية الطاقم التقني المرافق إلى اللقاء.